بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والحبيب المجتبى محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم اليوم في درس نص الاستماع ناقلة الأمراض. الهدف العام من هذا الدرس هو فهم النص المسموع ومراعاة آداب الاستماع. ومن آداب الاستماع الإصغاء الجيد وتجنب كثرة الحركة والنظر إلى المتحدث، إظهار ملامح الفهم، تجنب المقاطعة. النص: الذبابة من أكثر الحشرات ضررا وأذى، يشمئز منها الناس بسبب ما يصدر عنها من صوت مزعج، ويزيد اشمئزازهم منها عندما تحاول الزحف على أجسامهم. لكن الذبابة ليست حشرة مزعجة فقط، بل إنها تنقل الأمراض من إنسان إلى آخر وتسبب العدوى، بل لعلها أكثر الحشرات التي نعرفها نقلا للأمراض. وعندما ترى الذبابة تحك أرجلها فذلك يعني أنها تقوم بتنظيف نفسها، كما أنها تبعد المواد التي التصقت على أرجلها. لكن أحدا لا يعرف مدى خطورة هذه المواد التي يمكن أن تكون جراثيم أمراض مثل السل، التيفوئيد، والكوليرا وغيرها من الأمراض. وتحمل الذبابة تلك الأمراض والأوبئة المميتة من أوعية القمامة والمزبلة والمراحيض، حتى إذا سقطت الذبابة على الطعام فإنها تنقل جميع هذه الأمراض إلى المائدة. أما إذا حاولت معرفة كيفية حمل الذبابة للجراثيم فما عليك إلا استخدام المجهر لترى جسمها ولسانها مغطى بشعيرات صغيرة لا تعد ولا تحصى. فاتخذ من الذباب عدوا لدودا لك، واطرده كلما دنا منك، واحفظ طعامك من شره، وحاربه بالنظافة، فهي أيسر سلاح للتخلص منه. الأنشطة: أولا، أختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي. المقصود بناقلة الأمراض في النص: البعوض، الجراد، الذباب، النمل. نعم أحسنت، هي الذباب. مرض تسببه ناقلة الأمراض ولم يذكر في النص، هل هو السل، الكوليرا، التيفوئيد، النزلة المعوية؟ نعم أحسنتم، هي النزلة المعوية. عندما يريد الذباب أن يبعد ما التصق بجسمه، الذبابة عندما تريد أن تبعد ما التصق بجسمها فإنها تطير سريعا، تقع على الأرض، تحك جسمها، تحرك جناحيها. نعم إنها تحك جسمها لتزيل ما التصق عليه. يكون تكاثر الذباب في فصل الصيف أم الخريف أم الشتاء أم الربيع؟ نعم يتكاثر الذباب في فصل الصيف. ثانيا، أكمل الفراغات الآتية بكلمات استمعت إليها من النص. إذا حاولت معرفة كيفية حمل الذباب للجراثيم فما عليك إلا استخدام، نعم تستخدم المجهر لترى كيف تحمل الذبابة الجراثيم. أيسر الطرق للتخلص من الذباب، نعم سيكون ذلك بالنظافة. تحمل الذباب الأمراض والأوبئة من، نعم من القمامة، وأيضا أحسنتم من المراحيض. أربعة، يكره الناس الذباب بسبب، تمام بسبب صوته المزعج، نعم أحسنتم، وزحفه على أجسامهم. ثالثا، أصل بين الكلمة والمعنى الذي يناسبها. كلمة العدوى، ما المعنى المناسب لها؟ أحسنتم، العدوى هي انتقال الداء من المريض إلى السليم. ما معنى دنت؟
المعنى المناسب لكلمة دنت أحسنتم هو اقتربت. يشمئز، ما المعنى المناسب لها؟ تماما أحسنتم، يشمئز أي ينفر ويكره. ما معنى كلمة القمامة؟ أحسنتم، القمامة هي ما يجمع في البيوت والطرقات من أوساخ ومخلفات. معنى كلمة تحك أي تدلك وتحرك. رابعا، أحاول أن أقترح عنوانا مناسبا للنص. نعم، يمكن أن تقول العدو اللدود. وسائل عملية للتخلص من الذباب. نعم، يمكن أن يكون التخلص من الذباب عن طريق النظافة الدائمة وتغطية الأواني ورش المبيدات. خامسا، أكمل الخريطة المعرفية الآتية بكتابة أهم الأفكار التي دار حولها النص وهو بعنوان ناقلة الأمراض، ليكن مثلا التعرف على خطر الذباب أو التعرف على الأمراض التي ينقلها الذباب وأيضا معرفة طرق مكافحة الذباب. سادسا، أبحث في سورة الحج عن الآية التي ورد فيها اسم الذباب وأقرأها قراءة جيدة. إذا بحثنا عنها سنجدها في هذه الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الآية 73 من سورة الحج. إلى هنا أعزائي الطلاب وصلنا إلى نهاية درس اليوم. أترككم في رعاية الله وأمنه، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.